السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من بين قوسين. ثلاث سنوات أو تزيد انقضت على اختطاف رموز سياسية وعسكرية وصحفيين وإخفائهم قسرا في سجون ميليشيات الحوثي. ثلاث سنوات وعائلة القيادي في الإصلاح محمد قحطان لا تعرف مكان تواجده أو مصيره. قحطان عنوان اللقاء المشترك وأبرز مهندسيه السياسيين، إيقونة النضال السلمي وشوكة الميزان في مؤتمر الحوار الوطني. في السجن أيضا تمر ثلاث سنوات على وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، رجل الدولة القوي الذي عرفه اليمنيون في حملات دحر تنظيم القاعدة في محافظات الجنوب عام 2012 و2014. اللواء الصبيحي الذي كان قد رفض المشروع السلالي من أول يوم للانقلاب، وحين أفلت من الإقامة الجبرية المفروضة عليه في صنعاء قاد جولة جديدة لدحر الحوثيين من الجنوب انتهت بأسره في محافظة لحج. ثلاث سنوات تمر أيضا على الصحفيين المخفين قسرا خلف قضبان ميليشيات الحوثي في انتهاك مستمر للقوانين والتشريعات الحقوقية. ثلاث سنوات ولا يزال أهاليهم رهن الخوف والقلق المستمر على حياتهم. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش الوضع الحقوقي لهؤلاء الرموز، ضحايا التجاهل الدولي وما ينبغي القيام به تجاههم، ووضع حد لمعاناة أهاليهم وذويهم. في البداية اسمحوا لي أن أرحب، سيكون معنا في هذه الحلقة من جنيف الصحفي يوسف عجلان عبر السكايب، وسيكون معنا من مأرب الناشط عبد الله المنصوري شقيق الصحفي المختطف توفيق المنصوري، ومن مأرب أيضا عبد الكريم عمران شقيق الصحفي المختطف عبد الخالق عمران، وسيكون معنا أيضا من إسطنبول عبد الرحمن قحطان نجل السياسي المختطف الأستاذ محمد قحطان. وقبل النقاش فاصل قصير، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ مع الصحفي يوسف عجلان عبر السكايب من جنيف. مرحبا بك أستاذ يوسف. أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ يوسف، اليوم أنت في جنيف، ربما ذهبت في مهمة لتنقل ما عانيته في سجون ميليشيات الحوثي وتحكي للعالم ما حدث لك في السجن وما يحدث أيضا للكثير من اليمنيين سواء صحفيين أو سياسيين أو قادة عسكريين في سجون الميليشيا. في البداية، كيف وجدت المجتمع الدولي، كيف وجدت في جنيف يعني مقدار التجاوب مع ما تقولونه وما تطرحونه من جرائم يعني تعرضتم لها، اختطاف وإخفاء قسري في اليمن من قبل ميليشيات الحوثي؟ للأسف القضية الصحفيين أو قضية اليمنيين هنا في محاولة لتجاهلها بشكل كبير، لكن بفضل بعض الزملاء منهم الأستاذ نبيل الأسيدي أحد أعضاء نقابة الصحفيين يعمل بشكل كبير لإيضاح ما يعانيه الصحفيين اليمنيين بشكل عام، سواء الموجودين داخل السجن أو الذين تم تهجيرهم والذين تمكنوا من الفرار من جماعة الحوثي. المجتمع الدولي مغيب ويجب يعني حشد كل الطاقات من أجل إبراز معاناة الصحفيين اليمنيين والذين يعانون بشكل كبير، ربما يعني قضيتهم يتم تجاهلها مقارنة بالقضية السورية ومعانيها مثلا الصحفيين هناك في سوريا. نعم، ما الذي ستحمله أنت هذه المرة وأنت تشارك في هذه في هذا المؤتمر وفي هذا النقاش في مجلس حقوق الإنسان ومن جنيف؟ أنا هنا جئت، كان المطلوب من حضوري أن أنقل شهادة حية لما كان يحدث داخل صنعاء، لما يحدث للصحفيين داخل صنعاء. أنا دخلت السجن وقضيت سنة وشهرين في السجن، أنا أقول لهم ما عانيته قبل دخولي إلى السجن، سواء منذ دخول الحوثيين للعاصمة صنعاء مرورا بمرحلة انطلاق عاصفة الحزم ودخولي إلى السجن، وصولا إلى إخراجي من صنعاء بطريقة تبادل الأسرى ووصولي إلى مأرب وما أعانيه حاليا. فوجودي هنا سيكون من أجل إيضاح معاناة الصحفيين المسجونين بما يعانوه في سجون الحوثيين، بما يتم سواء بتعذيبهم أو معاناة أسرهم أو معاناة أيضا من يتم تهجيرهم وإخراجهم إلى خارج صنعاء الذي أصلا هو محل سكنهم ومحل إقامتهم. نعم أخي يوسف، ربما الكثير يتساءل مثلا أن يقضي الشخص سواء سنة أو حتى أشهر أو ثلاث أو أربع أو المدة التي يقضيها في السجن،
ماذا تترك هذه الفترة عندما يعتقل الشخص من دون أي تهم، فقط لرأيها السياسي أو لأنه كتب ضد اتجاه معين؟ هذه الفترة ما هو الأثر الذي تتركه في حياة أي سجين أو مختطف في هذه السجون؟ بشكل عام يعني أي سجين يدخل إلى السجون الحوثيين بما يعانيه منذ الفترة الأولى منذ بداية سجنه وحتى خروجه تحمل آثار نفسية، سواء أثناء مروره في السجن أو بعد آثار أو بعد خروجه من السجن. لحد الآن لا زلت أعاني من آثار كثيرة من ما عانيته داخل السجن، وهذه الآثار ربما لن تنتهي. نعم نعم ربما فقدنا الاتصال بالصحفي يوسف عجلان من جنيف. سنعاود بالتأكيد التواصل معه وأيضا مع ضيوفنا الأكارم. طبعا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، اليوم تمر 3 سنوات على اعتقال العديد من السياسيين، من القادة العسكريين، من الصحفيين، وعلى رأسهم كما تحدثنا يعني القيادي محمد قحطان وأيضا وزير الدفاع محمود الصبيحي. أعود أيضا عاد إلينا الأخ يوسف. أكمل أخ يوسف، فقدنا بك الاتصال وأنت تتحدث عن يعني الأثر الذي تتركه هذه المدة الزمنية التي يقضيها الإنسان بالسجن قسرا. نعم، يعني على سبيل المثال لا زالت إلى حد اللحظة تلاحقني بعض الكوابيس، سواء في منامي أو حتى أحيانا وأنا يعني لا زلت في وعي، فأحيانا أشعر أثناء مثلا وجودي في غرفتي أو مثلا وأنا أمشي في الشارع أن هناك من يلاحقني، أن هناك من يريد اعتقالي، فهذه الآثار النفسية لا زالت يعني تلاحقني. أيضا عندما أتذكر بعض اللحظات السجن أو أتذكر بعض الأحداث التي عانيتها داخل السجن أو مع عائلتي، أتمنى لو أنني كنت قد مت قبل أن أدخل إلى السجن. نعم، طيب أخي يوسف ابقى معي، سنشرك معنا في الحديث من اسطنبول نجل القيادي في حزب الإصلاح والمختطف قسرا منذ 3 سنوات الأستاذ محمد قحطان. ينضم إلينا الآن نجله عبد الرحمن. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. مرحبا بك أخي. أهلا بك عبد الرحمن. 3 سنوات، آخر ما لديك من معلومات عن والدك الآن في سجون ميليشيات الحوثي؟ منذ اختطافه إلى الآن لا نعرف شيء، يعني لا نعرف مكان اعتقاله أو حالته الصحية، ليس لدينا أي معلومات تذكر. نعم، حاولتم يعني مثلا تبحثون عن من يصلكم لأي معلومات لزيارته للاطمئنان على صحته؟ حاولنا، يعني لجأنا إلى منظمات المجتمع المدني، لجأنا إلى عدة أساليب، منها الوقفات الاحتياجية، لكنها لم تجدي شيئا. نعم. يعني قوبلنا بالرفض والقمع. نعم، طيب عبد الرحمن، حتى ولو وصلتكم مثلا معلومات بصورة أو بأخرى عن طريق ناس تعرفونهم، سواء يعني لهم سلطات، لهم يعني خيوط تواصل، معرفة ما تقوم به الميليشيا، آخر معلومة وصلتكم عن والدك؟ يعني لم تصلنا أي شيء منذ اعتقاله، لا صورة ولا حتى رسالة مكتوبة في ورقة، لم نحصل على شيء. نعم، من كانوا في السجون وهم قادة في حزب الإصلاح كالدكتور فتحي العزب وغيرهم، وأيضا وزير التربية والتعليم عبد الرزاق الأشول، هل نقلوا لكم عبد الرحمن أي معلومة عند خروجهم من السجن؟ هل يعني التقوا بوالدك في السجن أو وصلتهم أي شيء؟ بعد خروج هذه القيادات التقينا بهم، لم يذكروا شيئا عن تواجد قحطان في الأماكن التي كانوا محتجزين فيها. نعم، طيب عبد الرحمن، الآن يعني وضعكم أنتم وأسرتك، أخوانك، والدتك، يعني ما هو الأثر الآن الذي تركه هذا الغياب 3 سنوات ولا تعلمون عن والدك شيء؟ الوضع النفسي طبعا يعني صعب، يعني بالنسبة لنا كأسرة قيادي في حزب معروف، لكن نحن ما زلنا يعني متمسكين بأمل خروجه إن شاء الله.
طيب عبد الرحمن، أودعك فقط برسالة أخيرة فقط لميليشيات الحوثي، أيضا للمنظمات الحقوقية، حقوق الإنسان، للحكومة الشرعية، للبحث ومعرفة ما هو مصير والديك، تفضل. بالنسبة لمنظمات المجتمع الدولي، هي لا أستطيع أن أوجه لها أي رسالة، لأنها لا تستطيع أن تقدم أي شيء لنا. أما بالنسبة للحكومة الشرعية، أتمنى أن يبذلوا يعني جهد أكبر لعمل أي مقايضة من أجل يعني من أجل تحديد أقل شيء مصيره، يعني هل هو ما زال حيا أم لا. أشكرك جزيل الشكر عبد الرحمن محمد قحطان، نجل القيادي في حزب الإصلاح والمختطف لدى ميليشيات الحوثي منذ 3 سنوات. محمد قحطان، شكرا جزيلا لك. ونشرك معنا في الحديث من مأرب عبد الله المنصوري، شقيق الصحفي المختطف. مرحبا بك أخ عبد الله. أهلا بكريم. أهلا بك عبد الله. آخر معلومات لديك عن شقيقك توفيق في سجون ميليشيات الحوثي، ما هي الأخبار عنهم وعن زملائه إن كانت لديك؟ طبعا أخي كثير الأخ توفيق وبقية الصحفيين المختطفين الزملاء الذين تم اختطافهم، العشرة الموجودين في سجن الأمن السياسي، دائما أو في أغلب الأحيان تمنع عنهم الزيارة، وخلال هذا الشهر الماضي لم نتمكن من زيارتهم على الإغلاق. وضعهم داخل السجن بالذات خلال الفترة الأخيرة زادت الحالة الصحية تدهورا وسوءا، فمثل ما تعلم أنه توفيق أصيب بمرض القلب تورم في البروستات ويصيب بالقولون المعدة نتيجة التعذيب وما تم ممارسته ضده خلال الفترة الماضية من أساليب بشعة وسرية وإهمال صحي، تسببت هذه الأمراض المزمنة والخطيرة. الحال بالنسبة لبقية الزملاء ليس أحسن حالة، بل معظمهم مصابون بامراض مزمنه، كالزميل عبد الخالق عمران الذي يعاني من الالام في العمود الفقري وصعوبه في الحركه، كذلك الزميل عصام بالوبت الذي يعاني من ضعف عام وهشاشه وعدم قدره على المشي. نعم. والزميل صلاح القاعدي الذي فقد اذنه ويعاني من التهابات جلديه ويعاني من القولون كذلك، وأكرم الذي يعمل عملية طارئة للقولون ومع ذلك تسبب من جهة نقله إلى المستشفى رغم النشاط التي أطلقت من أسرته والتي أطلقت من الوسط الإعلامي والحقوقي، إلا أنها ما زال هذه الميليشيات. نعم. طيب عبد الله، كما تعلم حدثت أكثر نعم عبد الله أكثر من مرة حدثت يعني تبادل أسرى، صفقات تبادل أسرى، وتم الإفراج على الكثير سواء من الناس العاديين أو من مقاتلين أو حتى من بعض الصحفيين تم الإفراج عنهم. هل تم مقايضتكم بخروج توفيق وزملائه في سجون ميليشيات الحوثي بأي صفقة تبادل أسرى، أم يتم التحفظ عليهم بصورة يعني مباشرة ولا يتم التفاوض أو فتح مجال التفاوض من أجل الإفراج عنهم؟ في الحقيقة نحن لم نطرق هذا الباب، لأننا نعتقد أن هؤلاء صحفيون اختطفوا من وهم يمارسون عملهم الصحفي، هذا لا يمكن بأي حال المقارنة بينهم وبين المقاتلين الذين يتم أسرهم في الجبهات أو الذين أو في بعض حالات كثيرة تطلب ميليشيات الحوثي مقاربة مدنيين ومختطفين اضبطهم من عبد الله. نحن هنا لا 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 لا, لا, لا عبد الله. نعم عبد الله، وجه المقارنه
نعم عبد الله، وجه لا وجه للمقارنه فعلا كما تحدثت، لا وجه للمقارنه بين يعني صحفي اختطف من دون اي شيء الا رايه السياسي ومن هو في يقاتل في الجبهات، لكن يعني كما تعلم الميليشيا تستخدم كل الاساليب، اما دفع جزيه ماليه، اما تبادل يعني مقاتلين بناس ابرياء، المهم هناك صفقات، هل تم التفاوض معكم باي صفقه من هذا النوع؟ الحقيقه ان الميليشيات بشكل واضح لم تتفاوض بهذا الشكل، وانما يعني في حالات كثيره نجد بعض الاشخاص الذين لا نستطيع تحديد هويتهم يتواصلون ويطلبون الافراج عن اشخاص لا نعرفهم ولا، واحيانا يكون الشخصيات المعروف عنها المدينه او التي ارتكبت جرائم، لكن نحن لم نخوض اي من هذه المفاوضات كما قلت لك، لانه لا يمكن نرفض التعامل بهذا الشكل، وما نطلبه من الحوثيين ان يطلبوا صلاحهم بدون قيد او شرط. نعم، ولكن كما تعلم عبد الله كما تعلم وضعهم صعب جدا في السجون، انت تعلم الان انهم يعانون من امراض كثيره، يعني الكثير يبحث عن أي مخرج حتى ولو تم التفاوض، المهم يتم الإفراج على هؤلاء الآن 3 سنوات من اعتقالهم، وضعهم الصحي متردي، وضعهم النفسي صعب جدا. اسمح لي أن أعود للأستاذ يوسف عجلان عبر السكايب في جنيف. أستاذ يوسف، صفقة تبادل الأسرى التي أنت خرجت بها، هل كان هناك مثلا خيوط تواصل فتحت مع الميليشيا من أجل الإفراج عنك، ولو يعني كان هناك جهد من أجل إطلاق زملائك الصحفيين الآن المتبقين كعبد الخالق عمران وأيضا توفيق المنصوري وزملائهم، ربما تنجح هذه الصفقة، ما رأيك؟ فيما يتعلق بخروجي من السجن، كان خروجي عبارة عن يعني أكثر من قوله أنه عبر أشخاص لقرابة بهم أو تواصل كونهم من منطقتي، هم الذي عملوا على ترتيب هذا الوضع بين الحوثيين وبين الحكومة في مأرب. أنا طبعا تواصلت مع شخصيات في مأرب حول الحديث عن الزملاء المختطفين في سجون الحوثيين، الزملاء الصحفيين، أخبرني أحدهم أن الحوثيين يرفضون رفضا تاما الحديث عن التبادل عن الصحفيين. أنا كنت محظوظ وقلتها سابقا، كنت محظوظ أنه تم تمييع شخصيتي كصحفي داخل السجون مع تنقلي تقريبا في 6 سجون حتى كان خروجي سهل. بعد خروجي أحد القيادات الحوثية اتصل بالوسيط وتفاجأ أن ما حصل من هيلمنة إعلامية بخروجي، قال لو كنا نعرف ما كنا أخرجناه. فالحوثيين يرفضون الحديث في هذا نهائيا. طبعا تم التواصل مع الحوثيين، عرض عليهم قيادات كبيرة، لكن الحوثيين لا يعلم ما هو السبب لرفضهم يعني إخراج زملائنا. نعم، طيب يوسف ابقى معي، سنذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة تصريحات عن آراء الناس حول 3 سنوات من اختطاف قيادة سياسية وأيضا عسكرية وأيضا بعض الصحفيين والناس العاديين في سجون ميليشيات الحوثي. نسمع آراء الناس الذين استطلعنا آراءهم، ومن ثم نكمل الحديث. يقبع صحفيون في سجون الانقلاب تحت وطأة التعذيب والإخفاء القسري، ونحن بدورنا كصحفيين وناشطين نطالب ونناشد ضمير العالم أن يطلق سراحهم وأن لا يعترضوا طريق حرية الصحافة. للأسف الشديد نحن اليوم نحتفل باليوم العالمي للصحافة بينما يقبع الكثير من زملائنا الصحفيين في سجون ميليشيا الحوثي وصالح، يعيشون تحت التعذيب، مغيبون قسرياً عن أهاليهم، تمنع عنهم الزيارة، يعذبون تعذيب نفسي وجسدي، ونحن بدورنا نطالب المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الضغط على ميليشيات الحوثي وصالح لسرعة الإفراج عن زملائنا ورد الاعتبار لهم والكف عن ممارسة مثل هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق حرية الصحافة والصحفيين. نطالب المنظمات الدولية بالوقوف والمنظمات الحقوقية بالوقوف جنباً إلى الصحفيين سواء في خلف القضبان وعلى الساحة اليمنية، لأن هناك انتهاكات كبيرة ترتكب ضد هؤلاء الصحفيين. أيضاً هناك اعتداءات وهناك
ضغوطات وتهديدات للأسر. نطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على الميليشيا الإنقلابية الذي تمارس الإرهاب بحق زملائنا المعتقلين في سجونها منذ أكثر من عام، ونطالبهم بالإفراج الفوري والسريع عنهم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأعود إلى مأرب مع شقيق الصحفي توفيق المنصوري الأخ عبد الله المنصوري. أستاذ عبد الله، الآن يعني بعد هذا الإخفاء وهذه السنوات الطويلة، الآن ما الذي تعملونه؟ هل لازلتم بوقفات احتجاجية تطالبون؟ هل لازال لديكم تواصل مع هذه الميليشيا للإفراج عنهم، أم وصلتم إلى طريق مسدود وربما لم يعد لديكم ما تعملونه من أجل الإفراج عنهم؟ في الحقيقة الكريم أننا فعلنا كل شيء، وكل ما فعلناه من مطالبات ومناشدات ووقفات وتواصلات لم تثمر إطلاقا. نحن نتعامل مع عصابة لا تجيد إلا القتل ولا تعرف إلا لغة القوة، فكل الأدوات الأخرى لا يمكن أن تجدي نفعا. هذه الميليشيات تعتبر الصحفيين والإعلاميين أعداءها، لأنهم هم الوحيدين القادرين على كشف حقيقتها ونقل الصورة الواضحة عنها، فلذلك هي تنتقم في كل مرحلة من المراحل من هؤلاء الصحفيين. في كل مرة نلاحظ أن الحوثيين يقومون بالتحقيق مع الزملاء المختطفين من جديد، ويتم تعذيبهم والإساءة لهم والتعامل بسوء أكثر في كل مرة من المرات. هؤلاء الصحفيون اختطفوا لأنهم يمارسون عمل صحفي مناهض لهذه الميليشيات الإجرامية. وفي الحقيقة أن الذي يحدث النفس ما نلاحظه أو ما نلمسه من خذلان من قبل المؤسسات الحكومية بالدرجة الأولى والمنظمات الحقوقية والصحفية الدولية. الحقيقة أننا نلمس تعامل بسلبية كبيرة جدا في ملف الصحفيين المختطفين، مع أن هؤلاء لم يختطفوا إلا بسبب مهنتهم، ويتم عقبتهم إلى الآن بالاختطاف وبالإخفاء والتعذيب بسبب أخي الكريم. الميليشيات مارست ضد هؤلاء كل أنواع التعذيب وكل وسائل الإساءة، سواء التعذيب الجسدي وأساليبه البشعة القذرة والتعذيب النفسي بحقهم كصحفيين وكمختطفين وبحق أسرهم وأقربائهم. هذه الميليشيات لا تتورع إطلاقا عن استخدام أي أسلوب ضد هؤلاء. عندما تزور الأسر الصحفيين المختطفين فيتم إفراج أسر الصحفيين على جانب، لأنهم أسر الصحفيين ويقال هؤلاء أسر الصحفيين، تترك أسر الصحفيين إلى آخر المطاف، وأحيانا يعودوا ولا يسمح لهم بالزيارة، لا يسمح لهم حتى بإدخال الطعام، في أحيان كثيرة لا يسمح بإدخال السفير. يتم تهديدهم وإيهامهم بالقتل والاستخدام دروعا بشرية في أكثر من مرة. في أكثر من مرة قالوا للأسر عندما تزورهم سننقلهم إلى مواقع سرية، سننقلهم إلى المعسكرات، سننقلهم إلى صعدة، لن تروهم لن تبصرهم. هذه الميليشيات إنما تمارس هذا لأنها تنتقم من الصحافة وتنتقم من الإعلام. هذه الميليشيات أي إجراء أو أي مطالبة أو أي تعامل معها لا يمكن أن يقضي إلى نتيجة. مثل ما قلت لك سابقا، هذه الميليشيات هي لا تمارس إلا القوة ولم تفهم لغة غيرها، فلذلك نعتقد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل مع هذه الميليشيات إلا بإمكان الشرعية ممارسة ضغط أكبر وتحريك الملف بشكل كامل، ويمكن
أن تحدث المنظمات الحقوقية و أشكرك والسكرية. إذا ما تحركت هذا الموضوع نعم. يمكن أن تحدث مثلاً أو يمكن أن تضغط وتجبر هذه الميليشيات على إطلاق سراحهم. أما نحن كأسر فالحقيقة أننا خلال هذه الفترة قد استهلكتنا جداً ولم يبقى بإمكاننا حتى مجرد الضباط المسمح لنا للزيارة عبء كبير جداً جداً. ذهابنا للزيارة مشقة كبيرة جداً. نعم أشكرك أخي عبد الله. نعم الصحفي عبد الله المنصوري شقيق الصحفي توفيق المنصوري شكرا جزيلا لك، كنت معنا من محافظة مأرب. ونرحب الآن بالأستاذ منصور أنيس منصور الصبيحي. مرحبا بك أستاذ أنيس. أهلا وسهلا مرحبا بكم. أهلا بك أستاذ أنيس. أين هو وزير الدفاع؟ طبعا سؤال يعني مؤلم جدا، سؤال مؤلم ونشعر بالقهر والألم من أين هو وزير الدفاع. أخي وزير الدفاع مغيب في غياهب السجون ولا ندري أين هو. تمنا استخدام كل الأساليب كل الطرق كل الضغوطات، ذهبنا إلى مبنى الصليب الأحمر الدولي في جنيف والتقينا برئيس الصليب وطرحنا له طلبنا منه طلبا واحدا. هذا الطلب هو أنه يعني نرسل رسالة فستوصل الرسالة إليه ونستقبل رسالة منه ونضع إمارة الرسالة التي ستكون منا وأيضا نطلب منه إمارة الرسالة التي ستكون منه. هذه أولا. والأمر الآخر، فعجز الصليب الأحمر عن الرد وقال إنه لم نستطيع. التقينا بمندوب الأمم المتحدة أنا والنجل الأكبر لمحمود الصبيحي أكثر من 4 مرات ونحن نلتقي في عدة لقاءات ونعرض قضية محمود الصبيحي، فلكن للأسف الشديد يعني قال إسماعيل ولد الشيخ أنه طلب زيارته مرتين ولكن رفضوا زيارته حتى ولو لأسباب أمنية كما يقولون. ذهبنا بعد ذلك إلى مسقط، إلى العاصمة العمانية مسقط، وأجرينا متواصلات مع الخارجية العمانية وطلبنا طلبا واحدا. هذا الطلب هو أنهم يجروا وساطة تتضمن، هذه الوساطة تتضمن فقط يعني زوجته ونجله الأصغر يذهب لزيارته زيارة عادية ثم يغادر ليعرفوا هل هو ما زال حيا أم ميتا أم أين هو فقط. لكن أيضا كان رد الخارجية العمانية تحديدا أنهم أجروا بعد شهر من المباحثات والتواصلات مع عدد من قيادات الحوثيين، فلم نستطيع حتى ولو زيارة عائلية بسيطة جدا. هذا هو الأمر. التقيت أنا بمحمد عبد السلام ومهدي المشاط وعدد من قيادات الحوثيين في الكويت قبل عن ثورات الكويت وطلبنا منهم رسالة اطمئنان، يعني الرجل هل ما زال حيا أم كذا، فكان الجواب هو الصمت ولم يكون هناك أي رد واضح في عملية موضوع حساسية موضوع محمود الصبيحي. نعم هذا التحفظ أستاذ أنيس، هذا التحفظ من قبل الميليشيات ربما على الأستاذ محمد قحطان وأيضا على اللواء محمود الصبيحي، كيف تقرأ أو كيف تفسره؟ هل ربما يكون يعني حالتهم قد يعني نعم تحفظ مخيف، يعني هناك شيء يعني تشعر أن الميليشيات الحوثية مخفي شيء، وأصدقك القول أن هناك قيادات بتحوثة من أبناء الصبيحة مثل علياء الشعبي هي وزيرة معهم مثل المعين المحافظ لمحافظة لحج الأخ يعني أحمد حمود جريب، هذا يعني عدد من القيادات الحوثية من أبناء الصبيحة، هناك قيادات بتحوثة من أبناء الصبيحة، تم استخدام الصوت والداعي القبيلي أنه لابد أن تقوموا أنتم بدور ولو التواصل. قالوا هؤلاء أنهم يعني العلياء التقت بعبد الملك الحوثي فطلبت زيارته، لكن عبد الملك الحوثي لم يسمح لها حتى بالزيارة أو الاطمئنان عليه، يعني راحت يعني الموضوع حتى مع بيد عبد الملك الحوثي نفسه. المحافظ لحق أيضا أجرى تواصلات واتصالات وضغط وكذا المعين من قبل الحوثيين أيضا لم يكشفوا له. كثير من القيادات المتحوثة أو المحسوبة أو الموجودة في صنعاء سواء عسكريه او محليه ايضا مقربه من الحوثيين او من قيادات الحوثيين ايضا لم يستطيعوا ان يحصلوا ولو على صوت او على صوره او على شيء من موضوع، مما يؤكد ان هؤلاء اما انهم تعرضوا لتصفيه تم تصفيتهم
واما انهم ماتوا من تحت يعني التعذيب وال يعني تعرضوا لشيء، لان هؤلاء الميليشيات ليس لهم قيم ولا مبادئ ولا ضمير ولا انسانيه، وكل شيء وارد. نعم، طيب استاذ انيس ابقى معي، اعود للاستاذ يوسف عجلان. استاذ يوسف، الان يعني عندما تكونوا انتم في السجون، طبيعه التعامل معكم، هل مثلا للصحفيين والشخصيات السياسيه تعامل اخر عن بقيه السجناء والمعتقلين، ام هو نظام واحد على الجميع؟ الصحفيين او السياسيين كان التعامل معهم يعني تعامل مختلف وتعامل سيء، خصوصا بالذات نحن الصحفيين، لاننا كان علينا التركيز بشكل اكبر. انا شخصيا كنت احاول جاهدا ان اخفي ما هو عملي، حتى اني اضطريت الى تربيه لحيتي، الى عمل اشياء اخرى. كان ممكن القبول باني داعشي او شخص ملتحي وممكن يعمل اي مشكله، بعكس انهم يعرفوا اني صحفي، فهذا الذي كنت اقوم به داخل السجن. فاي صحفي داخل السجن يعاني اكثر من اي مختطف اخر، اي سجين سياسي مختطف يعاني اكثر من اي معتقل اخر. نعم، طيب انت ايضا ربما يوسف عندما تم اختطافك لم تكن اصلا تمارس الصحافه، انت كنت قد اتجهت لي يعني العمل بسياره تاكسي حتى تتجنب ان تقع بايديهم وتتجنب الدخول في السياسه او الكتابه عنها، لكن ومع ذلك تم يعني اسرك، يعني هذا العمل وتجنبك للسياسه وعدم الكتابه في هذا لم تشفع لك حتى من ذلك؟ اي شخص ضد جماعه الحوثي او لا يمشي مع افكارها او مع معتقداتها او مع ما تريده، هذا الشخص يعتبر بالنسبه لهم عدو، يجب اعتقاله، يجب اذا لم يتم اعتقاله يجب تحييده، يجب ملاحقته حتى داخل العاصمه صنعاء. معظم الناس هربوا خوفا على ارواحهم من السجن، معظم الناس اضطروا الى تغيير منازلهم، الى تغيير اماكن سكنهم من اجل ان لا يتم ملاحقتهم. الأماكن التي تسيطر عليها جماعة الحوثي تعتبر سجن كبير، سجن مفتوح لكنه سجن ضمن جماعة الحوثي. نحن كنا داخل سجن مغلق، لكن من كانوا بالخارج هم أيضا داخل سجن. نعم، طيب أخي يوسف يعني اسمح لي أعود للأستاذ أنيس منصور. أستاذ أنيس، يعني هذا الجهود الذي قمتم بها أنتم كمقربين ومن عائلة وزير الدفاع محمود الصبيحي، الجهات الرسمية أقصد هنا الحكومة، رئيس الجمهورية، التحالف العربي، كما تعلم هذا منصب يعتبر يعني من المناصب السيادية في البلد وهذا يمثل رمزية الدولة وزارة الدفاع، هل من جهود بذلت لمسألة إخراج وزير الدفاع؟ طبعا بالنسبة للجهود الأخ وزير رئيس الوزراء، طبعا الشكر والتقدير لكل الأطراف سواء رئيس الجمهورية لعب دور في عملية عرض قضيتهم مع عدد من السياسيين والدبلوماسيين في اللقاءات مع عدد من سفراء الدول. نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر أيضا تلمس أحوال الأسرة وأطمأن عليهم في كثير من المناسبات، سواء في العيد أو في رمضان أو في مناسبات متعددة، وهو على تواصل بين الحين والآخر مع أسرة محمود الصبيحي، بل وطرح عنوانه وأنه باب مفتوح لموضوع الصبيحة، والتقى عدة مرات بالشيخ مشايخ الصبيحة، والتقى أيضا بنقل الصبيحي عبد الولي، والتقى بكثير وتحدث أيضا كثير. دولة رئيس الوزراء لعب دورا كبيرا جدا في عندما زارت مندوبين الأمم المتحدة وعندما زار عدد من المنظمات والمؤسسات بما فيها الصليب الأحمر، طرح قضية هو ووزير حقوق الإنسان، طرحوا قضية محمود الصبيحي بشكل كبير جدا في المؤتمرات التي تعقد في جنيف، كانت أيضا سواء أيام عز الدين الأصبحي أو حاليا الأخ محمد عسكر، أيضا طرحوا قضية محمود الصبيحي في المحافل الدولية بشكل كبير جدا، عملية الضغط. المندوب اليمني في جامعة في الأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية أيضا عرضوا وطرحوا هذه القضية، لكن أنا أريد أن أطرحك أخي بشير بموضوع مهم جدا، موضوع نعم. وهو اللعب بمشاعر أسرة الصبيحي. تصور أنت الآن ما بين حين وآخر يتم نشر أخبار، هذه الأخبار تشعر أن خلفها مطابخ للفت الأنظار، بالمقابل هذا يؤثر على محبيه وعلى أسرة محمود الصبيحي. فليلة عملية اللي حصل أمام علي عبد الله صالح، نشروا كلام على أن طارق دخل السجن وأطلق محمود الصبيحي، وقبلها
قالوا ان علي عبد الله صالح على تواصل مع محمود الصبيحي وبينهم اتصال، وقبلها قالوا ان محمود الصبيحي انتقل ينقل الى مستشفى المتوكل، وقبلها نقل الى مستشفى شرطه ثم الى المستشفى العسكري. يعني هناك سلسله من الاخبار والاشاعات والاكاذيب تستخدم اسم محمود الصبيحي، وهذا ما يعني ما يؤثر تاثير كبير جدا على ابناء الصبيحه، على اسره الاسير، على اهله، على مقربيه، على كل محبيه، يؤثر تاثيره ويجعل الناس يشعروا بقلق كبير جدا من خلال هذه المطابخ التي ينشرها الحوثيين. يعني هناك لعب حتى بالمشاعر وهم خارجين، وعندما تاتي وتشعر من اين المطابخ، من اين تاتي هذه الاشاعات ومن اين هذه الفبركات، تشعر ان الحوثيين تعرضوا لانتكاسه في جبهه من الجبهات وفي محطه من المحطات. فلكي يتم تغيير مسار الراي او اتجاه الانظار وهي سياسيه اعلاميه ايرانيه، نعم، يتم استخدام هذا مصطلح اما وفاه ايوب فارس او اسعاف محمود الصبيحي. طيب استاذ انيس، اذا كان يعني كما تحدثت الاخبار التي يعني لا تنبئ الا انه ربما قد تم تصفيتهم او قضوا حياتهم تحت تعذيب اللواء محمود الصبيحي وايضا الاستاذ محمد قحطان وايضا يعني حفيد الرئيس عبد ربه منصور هادي، هل يعني الميليشيا لماذا تتحفظ عليهم ان كانوا قد قضوا يعني وانتهت حياتهم؟ لماذا لا يسلمونهم لاهلهم؟ ولماذا لا يعني ينقلوا الاخبار الحقيقيه؟ هل لا زالوا على قيد الحياه ام تم تصفيتهم؟ ان كانوا على قيد الحياه فربما ستكون هناك صوره واضحه على انهم احياء، وسيعترفوا الحوثيين امام المجتمع الدولي على انهم احياء. لكن سياسه الصمت تجعلنا نقف امام كثير من التساؤلات. سياسة الضغط التي استخدمناها نحن كأسرة من أسر واحد الأسرة، استخدمنا كل الأوراق، قلت لك استخدمنا حتى الحوثيين والمتحوثين والقيادات الحوثية الموجودة مع الحوثيين من أبناء الصبيحة. ماذا بعد هذه الورقة؟ يعني تصور أنت وزيرة موجودة وعضو هيئة ثورية ومن أبناء الصبيحة موجودة ولا علاقات متواصلة مع عبد الملك الحوثي وهي من أبناء الصبيحة، لا تستطيع أن تذهب لزيارة محمود الصبيحي. الخارجية العمانية ونحن نعرف الضغط العماني والتواصل العماني والتأثير العماني على الحوثيين، هؤلاء لم يستطيعوا حتى أن يعطونا صورة واضحة أو حتى حقيقة بسيطة من الحقائق أو حتى زيارة ودية أو حتى مشاهدة. يعني تصور أنت، ما طلبنا الكلام، طلبنا فقط أن نشاهدهم حتى من النافذة أو من أي من جانب الباب. يعني تصور إلى هذه الدرجة تنازلنا أن احنا نبحث عن حقيقة. هذا يؤكد على أن أيضا إذا كان الموضوع أنهم قاموا بإخفاء أو أنهم ماتوا ولم يريدوا، طبعا من مصلحة الحوثيين عدم الإعلان عن موتهم، لأن هناك لهم أنصار وسيكون لها تأثير كبير جدا محليا دوليا، خصوصا وأن القرار الأممي يؤكد على مسألة إطلاق سراحهم. طيب أنت انظر أيضا الموضوع السياسي محمد قحطان أو فيصل رجب أو ناصر منصور، يعني أيضا نفس القصة. هناك مساعي بذلتها أسرة الأسير ناصر منصور شقيق الرئيس هادي، هناك مساعي بذلها الإخوة يعني فيصل رجب، هناك ما طبعا أنا أقول لك أيضا للأسف الشديد الإخوة أو أسرة فيصل رجب الآن تعاني الأمرين بما فيها مرارة حتى يشعروا أن هناك نوع من الإجحاف من قبل الشرعية، دعني أكون واضحا أو قاسيا عليهم. يعني هذه الأسرة لم تلمس أي اهتمام من قبل الشرعية حتى، وأنا أدعو هنا عبر قناة بلقيس أن يتم النظرة الإنسانية. هذا الرجل مناضل قاتل الحوثيين في صعدة ويحقق انتصارات، وحتى آخر لحظة وهو يقاتل أتمنى أن تقوم القيادة السياسية بالتواصل مع أسرته بمواساتهم ولو إنسانيا. نعم، هذه رسالة مهمة أستاذ أنيس، ونحن نضم صوتنا إلى صوتك، نعم، بأن يولو اهتمام كبير لعائلة العميد واللواء فارس رجب، يعني هذا الشخصية الوطنية الذي ضحى وقدم الكثير، قاتل في صعدة، قاتل في أبيان ضد تنظيم القاعدة، وقاتل في صف الدولة إلى آخر لحظة. ابقى معي أستاذ أنيس في يعني محورنا الأخير، سنذهب قبل ذلك فقط لمتابعة هذا المادة المعلوماتية عدها الزميل وديع عطا، ومن ثم نكمل الحديث. We'll be right back.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة أخيرة في دقائقنا الأخيرة إلى الصحفي يوسف عجلان عبر السكايب من جنيف. أخ يوسف، رسالة أخيرة فقط، أنت اليوم تحضر جلسات لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، لديك ما تقوله وما تنقله عن معاناتك وصور من المعاناة التي شاهدتها في سجون الميليشيا. الكلمة الأخيرة الآن التي تريد أن تقولها سواء للميليشيات أو لزملائك الصحفيين أو لأهاليهم أو لأقاربهم، تفضل. أخي الكريم، أنا أريد أن يتحد جميع سواء الصحفيين ولا الحكومة. الحكومة للأسف قضية الصحفيين المختطفين وإضافة إلى المختطفين بشكل عام، هناك لا اهتمام من قبل الحكومة، هذا ما لاحظته هنا في مجلس حقوق الإنسان، ليس هناك اهتمام كبير بالمختطفين والمعتقلين. يجب الضغط على المنظمات الدولية، يجب الضغط على الأمم المتحدة من أجل أن يرى زملائنا الصحفيين، من أجل أن يرى زملائنا المعتقلين النور والعودة إلى أهلهم. أهلهم ينتظرونهم منذ سنوات، بعضهم سنتين ونصف، بعضهم الآن قد ربما يصل إلى 3 سنوات. يجب على الحكومة أن تعي أن قضية المختطفين تكون أولوياتها مثل ما أولوياتها السياسية وغيرها من الأولويات. المختطفين هم من أبناء الشعب، هم مظلومين، هم من يحمون هذه الحكومة، وهم من أجلهم تعبوا من أجل هذه الحكومة وجعلهم يمثلوننا أمام الآخرين. أيضا الزملاء الصحفيين يجب الآن أن يتم تشكيل حملة كبيرة مع بالتزامن مع هذه الجلسة التي ستعقد أو الدورة التي تعقد حاليا في جنيف، من أجل إيصال الرسائل للعالم بما يعانيه زملائنا الصحفيين، والذين للأسف هناك تجاهل كبير وبالذات من حكومتنا الرشيدة المتواجدة في الرياض. أشكرك جزيل الشكر الصحفي يوسف عجلان، ومن أفرج عنه مؤخرا من سجون ميليشيات الحوثي، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا، كنت معنا عبر السكايب من جنيف. وعودة أخيرة إلى الأستاذ أنيس منصور قريب وزير الدفاع محمود الصبيحي. أستاذ أنيس، إذن الآن أمام كل هذا التعتيم وأمام كل هذا التحفظ وأمام ربما نسميه خذلان وعدم اهتمام من المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا لمعرفة مصير وزير الدفاع وأيضا الشقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي وفارس رجب ومحمد قحطان صحفيين سياسيين، بالمجمل الآن برأيك ما هي الآن الخيار الآن لدى أهالي الضحايا، أهالي هؤلاء المعتقلين الذين يتمنون كما تحدثت أن حتى ينظروا ولو صورة واحدة ولو حتى كلمة واحدة يعرفون عنهم؟ طبعا أول أنا أن أقول أحب نيابة عن أسرة محمود الصبيحي وعن أبناء الصبيحة وعن كل محبي أبناء الأسير محمود الصبيحي، أود أن أشكر الإخوة في قناة بلقيس على هذه اللي تتصور. أنت لدينا قنوات رسمية ولدينا إعلان رسمي، لم نجد مساحة مثل ما أفردتم أنتم مساحة لمثل هؤلاء. يعني كنا نبحث أن يتم عرض مجموعة من الفلاشات الخاصة بهؤلاء الأسرة، ولو فلاشات ولو إعلانات، يعني مادة إعلانية فلاشية تكون في القنوات في الإعلام الرسمي، وقدمنا خطة ولدينا وصحنا، لكن لم نجد أيضا إفراد مساحة لمثل هذا. والتالي أنا أولا أشكر، لأن هناك إحنا نسيناهم ولو إعلاميا. تصور أنت، يعني نسينا هؤلاء ولو من باب أن إحنا نتضامن إعلاميا، نذكر الناس بمعرفتهم، نذكر الناس بمعرفتهم، نعطي دفعة معنوية لأهلهم. طبعا أهلهم يا أخي لن يجدوا شيئا إلا أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هناك خذلان وهناك تعنت وهناك ماتت الضمير وماتت الإنسانية وماتت الأخلاق وماتت القيم، وانعدم كل شيء من قبل الحوثيين بمسألة التعامل الإنساني. يا أستاذي، إسرائيل وهي إسرائيل تعتقل الفلسطينيين لكن تسمح لهم بالزيارة وتسمح بحق الأسير، وهي إسرائيل فما بالك، يعني نحن داخل صنعاء الحوثيين يمنعون حتى من المشاهدة أو التواصل أو الاتصال أو الزيارة. نعم. هذه لم تحدث في عالم الحروب، وبالتالي أيضا هذه هي مسألة. الأهالي الآن في حالة مؤلمة جدا، والشيء اللي يزعجهم هي الأخبار التي تتناقلها من حين إلى أخرى، وهي أخبار كاذبة فقط تستفز المشاعر وترهقهم بأكثر ما هي فائدة. لكن أعتقد أن اللفتات الإعلامية التي قامتم بها مثل هذا اليوم هي دفعة معنوية للأهالي، وهي ذكرى لكل الناس وللرأي العام محليا وعربيا ولكل المتابعين على أن هناك من هم خالف القضبان، بالمقابل هناك حالة يرسى لها في نعم.
شكرا جزيلا لك الصحفي المقرب من وزير الدفاع المختطف لدى ميليشيات الحوثي محمود الصبيحي، والشكر أيضا للصحفي المفرج عنه مؤخرا من سجون ميليشيات الحوثي يوسف عجلان، وكذلك الشكر للصحفي عبد الله المنصوري شقيق الصحفي المختطف لدى الميليشيا توفيق المنصوري، وكذلك الشكر لنجل المختطف في سجون ميليشيات الحوثي القيادي في حزب الإصلاح الأستاذ محمد قحطان نجله عبد الرحمن كان معنا. في ختام الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة ومنتجها الزميل وديع عطا، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.